آلام الظهر وسيأتيك من الأعراض التي تكون حادة إلى مزمنة الوقوع للشخص المصاب. هذه الأعراض تشمل ضعف في عضلة الرجل سواء اليسرى أو اليمنى أو الاثنين معا. يشمل ألم أسفل الظهر والمؤخرة بمعنى في الورك أو ضعف عضلة الساق، ألم حاد أشبه بوخز إبرة، كذلك يصاحبه خدر أو تنميل في حركة الرجل، وأحيانا تشنج في أصبع القدم. نذهب للعنصر الأهم وهو العلاجات المتاحة. أول شيء الراحة التامة يوصى بها مع إيقاف الأنشطة العنيفة واستبدالها بالمشي، وأؤكد على المشي البطيء والسباحة الخفيفة لإنقاص الوزن وتخفيف الضغط النفسي والفيزيائي على الفقرات القطنية. الرابعة والخامسة الكاتخ ال سانك الكاتخيام لومبير إلى سانكيام لومبير، أي بمعنى الفقرة القطنية الخامسة والرابعة. استخدام الأكياس الثلجية وقلب الماء الساخن بويوت هي فرنسية بين الحين والآخر، بمعنى كل 5 دقائق يتم تنويع بين الساخن والبارد لتنشيط الدورة الدموية على الظهر والوركين، والبدء بالبارد دائما حسب درجة تحمل الشخص المصاب بألام الظهر أو سيئة. المسألة الثانية هي استعمال مضادات الالتهاب كورتيزون باستشارة طبية. مادة الكورتيزون لا يجد فعالة في تخفيف الآلام المبرحة، كذلك مضادات الالتهاب الستيرويدية، وأنصح بمادة الأندوميتاسين والبيبروفينيد والديكلوفيناك مع حماية جدار المعدة من الحموضة الزائدة بالأوميبرازول. الاستعانة بطبيب تقويم العظام وأخذ حقن فيتامينات مركزة مثل نوغوبيون أو هيدروكسو بها فيتامين B12، كذلك حقنة أكيبون لمسكن الألم الأعصاب المركزي في الدماغ. كما نوصي بحصص 3 حصص تدليك في اليوم في الصباح و بعد الزوال والمساء بمراهم مع إضافة مادة الكحول 70 درجة لزيادة امتصاص الجسم للدواء لتقوية العضلات وإيقاف الضمور العضلي الناتج عن قلة الحركة أو آلام مبرحة. استعمال علاجات الموجات فوق الصوتية الألتراسون والوخز بالإبرة الصينية، كذلك علاج بالأشعة تحت الحمراء انفراروج لمدة وجيزة لا تتعدى 12 دقيقة للحصة. العلاج التالي هو تناول دواء بري جابارين، هو عبارة عن كبسولات 75 ميلي جرام مخصص لعلاج الإصابات القوية للأعصاب وللألام المزمنة والجلد حادة. كان هذا كل ما لدينا في هذه الفقرة وهذا الجزء الأول من العلاجات المركزة لألام سياتيك، وندعو بالشفاء لجميع المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله.